حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. اليوم سنتكلم عن تظاهرات البصرة. البصرة وأكو محافظات ثانية ليس بها تظاهرات. هاي التظاهرات نتيجة غضب الناس من حكومة بغداد أو من الحكومة العراقية أو من السياسيين في العراق، إن كانوا في المحافظة وإن كانوا في المركز في بغداد، نتيجة قلة الخدمات. مي ماكو، كهرباء ماكو، خدمات ماكو، الناس تعبت، طفح الكيل عندها وطلعت بتظاهرات. اليوم راح نحكي عن هاي التظاهرات وأتمنى أسمع آرائكم حول هذه التظاهرات وماذا يطلب الشعب العراقي من الحكومة في بغداد ومن السياسيين كي يفعلوه لكي يهدأ الشعب العراقي. تابعونا بعد الفاصل. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك. يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد. ترى صدق ماكو مثلنا بالعالم، احنا الدولة الوحيدة اللي نتميز بكثير من الأشياء. تعرفون شنو نتميز؟ نتميز انه احنا رجعنا لورا. كل دول العالم بدها تتقدم لقدام الا السياسيين اللي جوا وراء 2003 فكروا شويه، قالوا احنا ليش نتقدم وياهم؟ خلينا نتميز عليهم ونرجع لي ورا. الاميه رجعت، البطاله رجعت، مفخخات، عصابات، ميليشيات، اعتقال على الهويه، اعتقال نتيجه مخبر سري، محاكمات بائسه، جميع المنظمات الدوليه القانونية والإنسانية تقول عليها أنها محاكمات لا ترقى إلى أن تكون محاكمة، بل هي مسرحية صورية والنتيجة معروفة والحكم معروف وكثير من الأبرياء اعترفوا نتيجة تعذيب ويعدموا أو يودعوا في السجون. بعد مدارس صين هواية، احنا بال 2018 عندنا مدارس صينية هواية، المدارس فارغة ما بها ولا رحلة، الطلاب فارشين كراتين بالقاع وقاعدين عليها إلا ما رحم ربي، هذا اللي أبوه عنده فلس أو اللي مجمعين ومشترين رحلات وقاعدين عليها. بعد المي نفتحها يطلعن بعقارب، تفتح البور يطلع بيدود. وذاك اليوم انتشر فيديو على الفيسبوك وعلى الواتساب تحليل المي، يقول مي الإسالة بأشلاء بشرية، والمي مال الابطال المعبأة بمواد مسرطنة. الله يساعدك يا الشعب العراقي. بعد شنو نقول؟ سد الموصل احتمال ينهار، واكو هواية تحذيرات عن انهيار سد الموصل. نهر دجلة جف، نهر الفرات خلص، انهار الوند والكرخ، الروافد اللي كانت تجي من ايران جفت، سمك انتهى، الثروة الحيوانية انتهت، الاهوار جفت، قطعان الجمس اللي كانت موجودة بالأهوار أغلبها صار بأمراض، حمى نزفية، كوليرا. شنو بعد؟ إيش ضامت لنا الحكومة؟ هاي احنا دا نتميز عن العالم بهذا الشيء. اليوم نتيجة هذا اللي قلته أنا كله، نتيجة
15 سنة احنا نرجع بها لورا. سنة عن سنة العراق دا يرجع الى الوراء. سنة عن سنة الخدمات دا تسوء. تمطر الدنيا تفيض الدنيا ببغداد او بالعراق. كهرباء منتهية. ويطلع لنا حسين الشهرستاني لما كان هو وزير الطاقة يقول احنا ان شاء الله مو راح نوصل للاكتفاء الذاتي، لا احنا راح نصدر الى دول الجوار. هو تسد العجز اللي عندك وبعدين نحكي. روح دور المليارات اللي انباقت بالمشاريع الكهرباء وبعدين نحكي. واكو نقطة ثانية الناس همنا مدى يستوعبوها، الكهرباء من تنقطع محطات الإسالة ما بها كهرباء، فمحطات الإسالة لا تقدر تنظف، لا تقدر تسوي شيء، لا تقدر تضخ للناس، راح يصير عندنا أزمة بالمي همينة. نتيجة هذا أمر كله الناس طفح الكيل عندها، طلعت بتظاهرات. المحافظات الستة سنية لما طلعت بتظاهرات وكانوا يطالبون ب 14 مطلب، أولهن إخراج النساء العراقيات المعتقلات من السجون دون قضية ودون محاكمة، إعطاء الحقوق إلى الناس، توفير الخدمات، نفس المطالب اللي طالبوها هسه نفسها. لما طلعوا دخلونا داعش وسوونا اللي صار بالأنبار وبصلاح الدين وبنينوى وبديالة وبكركوك وحتى ببغداد وبجرف الصخر شمال بابل، وانتم تعرفون النتيجة. اليوم الناس بالجنوب همينة طالعة تظاهرات. طبعا لما كانوا المحافظات الستة المنتفضة طالعين تظاهرات، الجنوب همينة كانت طالعة تظاهرات. ساحة التحرير ببغداد كل جمعة طلعت تظاهرة وما بطلت. بس ليش هنا مو هنا ما حد يعرف، ليش اللي صار صار ما حد يعرف، داعش مين جوي ما حد يعرف. بس اكو جماعة تعرف بهم، نور المالكي بوقتها رئيس وزراء لازم يعرف، يعني اذا ما يعرف هاي طامة كبرى على بلده، المفروض هو اللي حكمه، والجيش والشرطة روحوا اسألوهم. اليوم هم أنا طالعين تظاهرات، عندنا البصرة. البصرة صار لها تقريبا اسبوع طالعة تظاهرات. البصرة درجة الحرارة طخت بيها ال 63 64 والناس بالعراق احنا نقول فوخت تعبت. ومحافظة من المحافظات يقول انه احنا القطع المبرمج عندنا اكو مناطق باحسن حالاتها احسن حالاتها وصل بها 8 ساعات تجهيز كهربائي. هاي بعض المناطق، اما اغلب المناطق في الجنوب كان يوصلها الكهرباء الوطنية ساعتين من 24 ساعة. يعني تجي الكهرباء ساعتين ما يعرف يلحق أبو البيت يترس مي للتانكيات، لو يفتح شوية تبريد، لو مبردة، لو بانكة جهالة يبردهم، لو أم البيت اللي ما تعرف تقوم تشغل غسالات ده تغسل هدومها بهالساعتين هذه، واحتمال بنص الغسلة توقف الغسالة لأن طفت الكهرباء مرت اللخ، ينتظرون 22 ساعة. إذا عنده فلوس ومأجر خط من مولدة شو يسوي بالخط؟ يا دوب يشغل له جلوب وتلفزيون يمكن. وإذا ما عنده فلوس مأجر له أمبيرين من المولدة تشتغل المهفة اليدوية. بال2018 اللي بس بالوطن العربي اكو هاي المشاكل. شوفوا دول العالم وعرفوا ليش الغرب دا يسوي هذا الشيء. يعني اريد المواطن العراقي والعربي دا يسمعني، خلي يشوف الخريطه هسه، يشتري له كره ارضيه ويباوع على الخريطه، خلي يدور لي دوله باوروبا او باسيا راح تجي تقول لي ميانمار والهند وما اعرف شنو. لا حتى الهند عندها كهرباء احسن من عندنا. اكو مناطق نائيه، ايه افريقيا مو كلها، بس دور الوطن العربي شوف المشاكل اللي بيه. من نبديها؟ ليبيا نفس الشيء، تونس نفس الشيء، مصر نفس الشيء، اليمن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، وين؟ ليش الوطن العربي؟ أقول لكم شغلة همينة حتى تعرفون ليش الوطن العربي؟
تتذكرون لما كانوا يردون يسوون أي موضوع أو أي قرار يخص أي امرأة، رأساً حقوق المرأة تشتغل على الوطن العربي بقاطبه من المحيط إلى الخليج، من شماله إلى جنوبه، من العراق إلى اليمن، رأساً تشتغل حقوق المرأة، وهذا لا يجوز، وهذا ما زين. روحوا شوفوا النسوان اللي بالصين اللي تشتغل بناء، واللي تفلح، واللي وراء الثور تحرث الأرض، واللي تسوي أشغال العرب ما سووها النسوانهم. ليش هناك ماكو حقوق مرأة بدولنا اكو حقوق مرأة؟ زين، منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة نفسها مدى تشوف النازحين؟ مدى تشوف المتظاهرين بالبصرة وغيرها؟ مدى تشوف العالم ايش صاير بيهم؟ دا تشوف لو مدى تشوف؟ حتى أمريكا من يطلعون يصرحون نحن يجب علينا أن نشذب أيادي إيران في سوريا واليمن ولبنان، زين والعراق شنو؟ أس البلاء الإيران بالعراق، بسوريا عندها كم ميليشيا، وباليمن عندها ميليشيا واحدة، وبلبنان عندها ميليشيا واحدة، بالعراق عندها حكومة ما يحجوها. شوف هذا ويانا اتصال، انقطع الاتصال، أنا أعتذر. قبل ما أكمل عندنا الواتسابات، شخص يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الإمارات العزيزة مسج أيضا طويل ما راح أقدر أقرأ كله، يقول ليس بجديد ما وصفه الكاتب البريطاني باتريك كوبرن من صحيفة الاندبندنت أن العراقيين يتفقون جميعا على أنهم يعيشون في واحدة من أكثر دول العالم فسادا، وأنهم يرون أنفسهم ضحايا لحكومة متخلفة ودولة مفعمة بالتناقضات، فحين تلاشت مليارات الدولارات في جيوب النخبة الحاكمة على مدى عقد ونصف من الزمن، شهدت البلاد معاناة غير مسبوقة اكتنفت المواطنين الذين فقدوا كل شيء من الوظائف والمنازل إلى الغذاء والماء والكهرباء، مما ولد موجة غضب الشعبي ضد الطبقة السياسية التي جاءت إلى السلطة على ظهر الدبابة الأمريكية عام 2003. شكرا لك أخي من الإمارات، لكن صدقا يعني الرسالة جدا طويلة وبها تكملة ما أقدر أقرأها كلها. ابن ميسان يقول فضيحة من العيار الثقيل، نجل علي العلاق محافظ البنك المركزي يشتري رقم سيارة مميز في الأردن ب460,000 دينار أردني، ما يعادل نصف مليون دولار، وأبناء البصرة يقتلون بسبب الفقر. ابن ميسان إذا هذا خبر جديد الله يسامح اللي كان السبب، أما إذا هذا خبر ما متأكد منه وكان قديم، لأن أكو نفس المبلغ وهم أنا رقم مميز بالأردن لتاجر عراقي شاب ما له علاقة بالطبقة السياسية، بس إذا كان جديد وابن علي علاق فاعتيادي. يعني ابن نور المالكي سيارته واحد بلندن، وابن عدنان السراج مشتري شقة وسيارة بكذا مليون دولار، وعبد القادر العبيدي مشتري روز رايز رقمها واحد بغداد في الولايات المتحدة. تعلمنا. السلام عليكم أخوي العزيز، هذولا جابتهم أمريكا وسلمت العراق إلى إيران كله ضد السنة، اللي شوفوا الأمريكان الويل بوقت بوش القذر، والسنة أكثر والسنة من بين عندي هاي الكلمة مزونة. أبو علي من كربلاء. أبو علي السلام عليكم. ألو. ألو تفضل. السلام عليكم عمنا، الله يعطيك العافية. يعافيك ربي. الله يعافي بزاحة كعادكم. أريد شوية تطيق شوية يعني قلب مرم، والحقيقة أنت جيت وعصبت ووفيت وكفيت، بس المواضيع هواية بس هسه شوية دحكي. إحنا نختلف، المواسم كل شيء نختلف، انتخاباتنا طويلة، مطالبنا أصلا بديهية. نعم. والله الشعب العراقي أكبر وأعظم وأقدر وأعز قدراً وأعز جاهاً، إحنا هاي مطالبنا من البداية منتهين من عندنا، ما يصير نطالب بها، نطالب بأكثر منها. بس شي واحد أقول، أنا أقول حسب تجربتي بحياتي، يعني إحنا أنا مو ولا طائفي إلى أي جهة،
انه صدام حسين وهذا. انا اطمح تجي الدوله احسن من صدام حسين، ما بيها شيء، خلي يجيب احسن وما يبقى. بس احنا اللي اجينا هالسبيل احسن لو اتعد. هاي القناه تحكي هاي العراقيين، انت لو هسه تسوي احصاء الناس تقول زمان صدام حسين اكثر، تركنا من المناطق المدمره. احنا كمناطق الفرات والجنوب هاي سوينا. انا اقول والله الذي لا اله الا الله وبالمعارضه واعرف، لو لا سنه العراق لكان العراق اليوم اهواز، وهسه اليوم اهواز. العراق اليوم الحديقه الخلفيه لايران، وهاي حقيقه. من يشون عن المي، هي نفسها، هي البصره، المي المي المالح والانهار. 11 نهر كان يصب من ايران على العراق من انقطاع. واول محافظه واكثر محافظه البصره تاذت، ما حد يحكي. نعم. المواد المخدره ما حد يحكي. مره ثانيه اقول ترى لو ما السنه احنا نصير اهواز ثانيه. اكبر ظاهره من بعد الاحتلال، انا ما اتمنى واحد يقول سقوط، لا، الاحتلال المقيت. نعم. نصرة الشيوخ، هاي الشيوخ اذا صار قضيه بالبحرين تطلع مظاهره، واذا بالسعوديه تطلع مظاهره، واذا باليمن تطلع مظاهره، واذا سوريا نودي ولدنا ولدي الخايبه الصيف فيديو روح حارب سوريا. اشوفهم هاي الشيوخ المعممه بكل شيء تتظاهر، يعني قلت لك على عيسى قاسم نمر النمر ما ادري شنو البحرين، ونريد نودي ونقاتل شو هسه ما تطلع هاي الشيوخ المعممه ليش؟ وهم كلهم حراميه. ذاك اليوم حسين الشامي رئيس الوقف الشيعي، حرامات هاي انتاج وقف سني وشيعي. هذا حسين بركه الشامي باقي المليارات وحكمته الدوله، وقالت خطيه رجال كبير حكمه سنه عدم التنفيذ. اما هذا اللي الطفل اللي باقله كلت حكمه سنه، هذا كم حكمه؟ قالوا كبير ما نحكي وياه. وهذا الطفل المفروض هو يستعمل يطبقون به العداله. يا شعب العراق، نعم. يا حبابي، يا عيني انتو، يا قلبي انتو، الى متى؟ والله قدام العالم الاخ المقدم البرنامج جزاه الله خير يقول بالعالم وبالك كل العالم، يعني هاي مطالبنا، مو الكهرباء، مو العراق الباس، يعني الميليشيات ما شاء الله العشائر تهدد الدوله. وبعدين فد يوم سالت، والله يا جماعه سالت فد وزير، انا لا اجيب اسمه يعرفوني، سالت وزير قلت له ما تقول لي انت فشلت يا اخي بثلاث اربع وزارة. قال يا اخي احنا اشترينا هاي الوزاره، هاي الوزاره شو اسالكم بالله؟ هذا واحد مشتري وزاره اليوم، هذا مصر الشقيق، انت يعني داعم قطار يا اخي، ما تشكب مع الاستغلال واعتبر للشعب العراقي. وهاي الكهرباء صارت الاخ المدير جزاه الله خير الشهر الثاني مو عادنا نصدر، عم ما نريد نصدر. وبعدين حتى هاي الكهرباء من تجي يا جماعه الخير قاعد تحرق الاجهزه، الراس تجي قويه قاعد تحرق الاجهزه. الحكي طويل، احنا اليوم ولد اليوم سوينا على الشيعه. نعم. الحكومه شيعيه واخر سوينا الطفل اللي واحد يقول السنه يريدون ياخذوها لان احنا اخذناها. وصدام حسين مقابر جماعيه، زين هسه الموصل مو مقبره جماعيه. يا اخوان ليش ما نفكر؟ ولد اليوم 15 سنه ما كفت. العراق اعطى وقت واعطى ماء واعطى دماء واعطى مال، سوى ما يجي يوم فد يوم تلقى الناس، يعني اليوم الواحد قاعد فد واحد قبل 20 سنه ميت وتقول له اقعد، ترى العراقيين جاي يموتون من العطش ما يصدق. يعني احنا اللي جاي نشوفه ما تصدق. يا جماعه الخير خلونا نفكر بالعراق، فكر بالعراق، لا تفكر تني شيء. ترى هاي الدوله ما تبني لك شيء، والله ما تبني لك شيء والله. بعدين اقول بس هاي يا ابو علي، ابو علي يعني انت ذكرت كلمه، قلت الاحتلال. قبل الاحتلال كان الشعب العراقي يعرف اللي بصفه منه، يعرف اللي بصفه اللي قاعد على الرحله بالمدرسه او بالكرسي، اللي قاعد بصفه بالجامعه او اللي قاعد بالكرسي بصفه بالباص او اللي ساكن بصفه. هذا سني لو شيعي لو صبي لو يزيدي لو مندائي، مو كنا عايشين ومتعايشين. مو هيجي. نعم. احنا قرايب كل العشائر سني شيعي. والله لا احكي لك، انا كردي وسني وشيعي، انا عراقي. اكفت ملاحظه، انا ابن المذهب واعرف. عند الشيوخ تتداول من زمان، من الثمانينات والسبعينات، يجوز السرقه من العراق. ليش؟
لانه الرئيس مالها سني. زين هسه ياب الدولة كلها شيعية، ليش تبوقون؟ بالله الذي لا اله الا الله، صدام حسين ما قتل الا لانه عنده مشروع قومي عربي. هاي المشكلة، وكان يدعم فلسطين، واحنا كان ولانا الايراني ولا احسان. احنا ولانا الايران، احنا اثبتنا الشيعة ولانا الايران. وهاي شوف شوف شفت عينك. نعم. هاي الحقيقة. شكرا. من محافظة كربلاء أبو علي، اعذرني بس عندي اتصالات أخرى داخلها. شكرا جزيلا لك. عندنا من محافظة البصرة الفحاء خالد، حياك الله يا خالد. خالد، ألو خالد، تسمعني؟ خالد تسمعني لو لا؟ ألو، انقطع الاتصال ويا الأخ خالد. أخ خالد، إذا عاودت الاتصال بنا مرة ثانية أو أي مواطن يحب يتصل ويطلع على برنامج صوتكم، أتمنى من عنده ينص صوت التلفزيون ويسمعني من التليفون أسرع أولا وأوضح إلى الناس حتى يوصل صوتك مباشرة إلى الناس وتحكي اللي تريده. أرجع إلى برنامج الواتساب. أخ أفل، يعني هذا المعمم الرخيص همام حمودي وغيره من النفايات، اشقد مستخفين بالكثير من الشعب اللي ركعون ويسجدون لتجار دين ثبت ولائهم وعمالتهم لإيران. أليست الانتفاضة متأخرة؟ ليش الوطن ما محتاج مظاهرات مليونية مثل زيارات الأربعين مال حسين؟ أليس الوطن أقدس من المراقد؟ مو كافية شعب جهل وتخلف؟ الله أكبر. رسالة من شخص ما ذاكر اسمه. عندي اتصال. أم أزهار من العاصمة العراقية بغداد، حياك الله يا أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة أنا أرد على أبو علي. نعم. يقول إحنا نختلف. إحنا شنو نختلف؟ إحنا العقول العراقية اللي كانت هي من أبدع العقول في العالم كلها. كلها الماجستير والدكتوراه والدكاترة مالتنا كلها بالخارج، هناك يشتغلون بالخارج والمهندسين يشتغلون بالخارج. لكن من اجت لنا هاي الحكومة، هاي الحكومة اليائسة اللي كل شيء ما تفتهم، لا عندهم شهادات ولا كلها مزورة، اجوا حرامية يدمرون هذا البلد من قبل ايران وامريكا واسرائيل. فهي ايران دمرت هذا البلد وتريد دمره، وكل اللي يحكمون ما عندهم شهادات كلهم مزورة، وهم بدوا يأذون هذا البلد تحطيما، لان هاي المشروع مالتهم المشروع الاسرائيلي انه لازم يهدمون العراق. كانوا يخافون من كلمة صدام، كلمة صدام يخافون، ولا يزالون هسه قسم من البلدان يخافون من كلمة صدام. هو مات الله يرحمه، ولكن يخافون ليش؟ لان كان قائد قوي وكان حاكم العراق هيك حكم ما مخلي احد جوعان، ولا مخلي واحد يقضي برا، ولا ماكو مي ولا ماكو كهرباء. وانا يعني اي واحد يقول هسه يطلع الا من حزب الدعوه، حزب الدعوه هو اللي قام يناضل ويكافح حتى يقضي على صدام. لكن ان شاء الله هاي المظاهرات اللي بدت من الجنوب ان شاء الله تتولها من بغداد والمحافظات، ونستولي على القذارات الموجوده في العراق اللي بيحكمونا، اللي دمروا التعليم ودمروا الصحه ودمروا كل شيء في العراق. نعم. وانا اشكرك. شكرا لك ام ازهار. جتني رساله على الواتساب من السيد خالد الغزي، يقول: السلام عليكم أخي الكريم، إن شاء الله العراق سيتعافى بوجود الأبطال سائرون وفتح، إن شاء الله الحكومة قادمة. أخ خالد، أرد أسألك سؤال، أتمنى تتصل يعني وتبين لي الأبطال يا أبطال. فتح اللي هم الميليشيات اللي هم هادي العامري، شوف هادي العامري بالثمانينات ويا الجيش الإيراني قاتل ضد العراق وقتل أبناء الشعب العراقي وقتل الجنود العراقيين، ولا يجيني واحد ويقول لي انه كان يقاتل نظام، لا كان يقاتل بلد، كان يقاتلك الك ولغيرك، كان واقف ضد عدو، كان واقف ضدك ويا عدو،
والعدو اليوم بين ايش دا يسوي، شوفوا ايران ايش دا تسوي. لو بذاك الوقت طابه كان شوفوا احنا حالنا هسه وين. هاي رقم واحد. ابطال الميليشيات بشنو؟ بتفجير المأذنه حدباء، لو بتفجير الجوامع اللي طلعت بالانبار بصلاح الدين، لو بالاعتقالات اللي ما حد يندلها، لو باعتقالات الرزازه واللي لقوهم مقتولين، لو بدياله والجرائم اللي تصير بدياله، لو بمجزره جامع ساريه، لو مجزره الحويجه، لو مجزره صلاح الدين، لو مجزره مصعب بن عمير. بشنو ابطال فتح؟ فتح اللي انت تقول لي عليه ابطال والحكومه قادمه من يوم اللي اجى للعراق الى اليوم من 2003 مع الدبابه الامريكيه مع الديمقراطيه المعلبه الامريكيه ما قدم خير للعراق حتى اليوم تتوسم لي به خير. شنو اللي قدمه للعراق؟ هذا العامري من كان وزير نقل ابنه يوقف طياره وينزل طياره من الجو، والله شنو مرضوا يركبوا له ما ادري شنو. شنو اللي قدموه به خير للعراق حتى انت تقول لي ذولا بهم خير؟ شنو اللي قدمه جيش المهدي؟ جيش المهدي وقف ضد الامريكان بس وراها سرايا السلام هسه ماته. ايش سووا؟ عصائب اهل الحق اللي يقودها قيس الخزعلي مو انشقت من جيش المهدي؟ ايش سووا؟ شو وقت عرفنا الدريلات وشو وقت عرفنا التفجيرات وشو وقت عرفنا المفخخات وشو وقت طبت لنا هاي البلوه؟ مو ورا الاحتلال؟ منو بده يساعد هسه الايرانيين وده يساعد الامريكان بكل شيء؟ مو هم الميليشيات؟ مو هم الحكومه اللي موجوده ببغداد؟ بشنو راح تتوقع انه هاي الحكومه راح تجي راح تقدم لك شيء؟ حيدر العبادي 4 سنين يصيح اصلاح كل شيء ما سمعنا. نور المالكي 8 سنين يعطي شعارات رنانه وانها مؤامره على العراق ودمر العراق. اياد علاوي دمرها الفلوجه. ابراهيم الجعفري انتشرت بوقت الطائفيه وما طائفيه وبلاوي سوداء. شنو اللي تتوسمه انت من فتح ولا سائرون؟ يعني تتوقع راح يقدموا لك شيء؟ وهم مقدمين ولاء الى ايران من الثمانينات؟ تتوقع راح يخلون البلد يتقدم الى اللي قدام؟ تتوقع راح يصير امان؟ تتوقع الميليشيات راح توقف؟ تتوقع القتل راح يوقف؟ انا شو اسوي بحكومه تجي يقعد لي على الكرسي ويقول لي اني وزير واني رئيس وزراء؟ بس اريد اقول معلومه واحده للشعب. اي بلد بالعالم بدون رئيس بدون رئيس وزراء بدون اي شيء يقدر يتعايش، لان كانت الشعوب متعايشه وما بيها، كانت قبائل ما اعرف شنو عايشين، كل قبيله عندها شيخها وخلص وماشيه امورهم. بس زبال زبال اللي احنا نسميه زبال لكن هو باوروبا ودول العالم يسموه مهندس نظافه، اذا غاب عن عمل يوم والازبال اللي هسه موجوده بالشارع لا تشوفون ايش تنتشر امراض، هذا ياثر على البلد. بس رئيس الوزراء ما ياثر، قلته من وجوده بشيء واحد. فلما تكتب لي هيك رساله اتمنى يعني هو جاوبني هسه يقول افتخر اني ايراني وكاظم السواتر اي وبس مو ابن الوطن وحاضن الفنادق بعمان، اني جندي بيد هادي العامري. افتخر انه انت ايراني، انا افتخر انه انا عراقي. فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد. أنا عندي اتصال من محافظة بابل، بس قبل ما أقرأ اتصال أبو سجاد على السريع تقول أنا مواطنة من البصرة، زوجي أخذوه الأحزاب خطفوه خطف وعذبوه وخلوه يعترف من التعذيب وسلموه ثاني يوم للمركز ومشوا على الاعترافات التعذيب والقاضي حكمه مؤبد وهو كل شيء ما عنده الله وكيلك، وهسه أنا عندي 6 أيتام برقبتي وما عندي معين بس الله، هاي الحكومة التعبانة هواي أطفال يتيتموا بسبب المخبر السري، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعينك يا أختي العزيزة. أبو سجاد من محافظة بابل حياك الله. ألو مرحبا. ألو 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 تفضل. أم سجاد من بابل. عفوا أم سجاد. أيوة
يعني اتمنى تعطيني وقت. بس الصوت بيه مشكله، ما اعرف يعني مكان غلط واقفه او ما بيه شبكه. ام سجاد راحت. ام سجاد ارجو انه تعودين الاتصال بنا، بس ما افتهمت كل شيء من عندك. عندنا من محافظه ميسان سعد، حياك الله. حياك حيا الجميع. يسلمك. الو الو، تفضل سعد. استاذنا على التظاهرات بكره. نعم. التظاهرات الساعه 6. نعم. وياك. الو 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 اخ سعد، وياك. الو الو، وياك اخ سعد، تفضل احكي. احنا بكره الساعه السادسه مساء. نعم. راح تطلع مظاهرات ضخمه جدا لمطالبنا، هي تحسين اداء الكهرباء بالعاطلين عن العمل. احنا يعني بالامس القريب التنسيقيه اتخذنا موقف بانه يوم الجمعه الساعه السادسه راح يصير تجمع ضخم جدا، متظاهرين يطالبون باعاده عافيه الكهرباء والا يحدث امور اخرى. نطلع التظاهرة راح تطلع سلمية بدون أي مناوشات أو بدون أي تجريح للجانب الآخر، وعليهم أن يستمعوا لمطالب المتظاهرين ويحدث أمر آخر. الآن في غليان الشعب، يعني أبو الكوت الكهرباء عن بغداد، والآن يعيشون تحت 24 ساعة كهرباء ومزدهرين بالكهرباء. بس هو هذا مو عزيز، مشاكل كثيرة أربكت. نعم. شعبنا، أدت إلى شعبنا إلى المنيار، إلى عدم التعامل بصدق الدولة مع المواطن. نعم. إحنا الآن متهيئين إلى مظاهرة كبرى بحيث نبتزع. أنا المسؤول عليهم بدون تردد، بدون خط، بدون إرباك. نعم. يا سيد العزيز. نعم. شكرا شكرا لك اخ سعد من ميسان. من لندن ابو عبد الله، حياك الله ابو عبد الله. الله يحييك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي افضل، المصيبه في العراق يعني التقليد الاعمى للدين. نعم. يعني يقلدون المراجع تقليد اعمى، فهذه. نعم. مصيبه وكارثه. ويعني انت احنا نشوف الوضع في العراق صوره وصوت، يعني من 2003 الى الان هؤلاء المراجع الدينيه يطلعون الناس على مدارنا لميات وعزاء، وناس يعني واقف في الشارع يعملون المساجد وزوار المقابر والمقدسات على اساس. لكن احنا ديننا الاسلامي دين اتباع وليس دين فكر وابتداع، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله ما قال في القرآن تعال انصموا على مدار السنة، ما قال هذا الشيء. وهذا وحتى العراق يخرج من هذه الكبوة، من هذه المصائب، فيجب الناس العراقيين مساكين يعني يتبعون التقليد أعمى. الله عز وجل يعني نهى عن التقليد الأعمى. الله قال إن المشركين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله فإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون. يعني ما يصير تقليد أعمى، أبوه على غلط يصير على غلط. فلهذا السبب عندما همام حمود يقول لا دولة مثلكم، هو مرجع ولابس أمامة يضحك عليهم، لا دولة مثلكم إلى الآن. تعال مثل ما قلت، أي مشروع ناجح، أي تطور، أي تكنولوجيا، اي تكنولوجيا، اي تطور، اي مشروع ناجح للشعب العراقي، بس اللي هو يقصد همام حمودي احنا نطلعكم لزياره العتبات والمقدسات، تعالوا انطموا وارموا فلوسكم الى المقابر، وهم يجمعوها ياخذوها يعطوها ويوزعوها بينهم. والشعب العراقي المساكين ميت جوع، لا ماء لا كهرباء. هذا الذي يقصد به همام حمودي لا دوله مثلكم، وهذا ليس من دين الإسلامي. إمام حسين ما كان يلطم على رأسه، ولا إمام حسين ما كان يضرب نفسه، ولا ما كان يرمي فلوس على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالذي يتبع إمام حسين ويتبع إمام علي يجب عليه أن يسير على نهج الحسين، يجب أن يسير على نهج علي في مقارعة الظلم، في العدل، في المحبة. أخي أبو عبد الله، الحسين والإمام علي ما عندهم نهج، نهجهم كان الإسلام، نهجهم هو نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان عندهم نهج يختلف عن نهج الإسلام أصلاً. لا الإمام علي كرم الله وجهه ولا الحسين الله يرحمه رضي الله عنه إلى نهج خاص به حتى هم يتبعوه، نهجه هو نهج الرسول القرآن والسنة فقط. أخي أفل، أنا هذا اللي أقصد، إن منهج الإمام علي ومنهج الحسين هو اتباع القرآن والسنة، وفي القرآن الله عز وجل يقول لمحمد إنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام جاء رحمة للعالمين، مو استخدام الدريلات وقتل الأطفال وتعذيب الناس والكراهية والحقد، هذا ليس هم قصدي، هم يقصدون أنهم يتبعون مراجع دينية. فالمراجع الدينية يعني واحد يربط نفسه عقائديا بالإمام حسين وعلي، وإمام حسين بريء منه، ليس يقول إمام حمودي لا دولة مثلكم، هو يعني يطلع الناس على مدار السنة نفطيات وعزاء، هذه الحرية والديمقراطية، أين التطور، أين التكنولوجيا، هذا ليس من منهج الإسلام. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك ابو عبد الله. كان المفروض ابو عمر السليماني يدخل ويانا بس انقطع. طبعا الاخ اللي يقول انا افتخر انه انا جندي بيد هذا عامر وانا ايراني، يرسل رسائل وصور وما اعرف شنو، اتمنى هو يقول اسمه، يعني حدا انه ما ذكر اسمه، دز ثلاث رسائل بس، حكى رساله لازم ارد عليها. يقول من دخلنا للموصل ودياله وجدنا الدواعش بحضنهم نسوان الموصل ودياله. يا اخي عيب، ارد اسالك سؤال، انت يلي جاي تحكي إيران لما احتلت مناطق عراقية بالحرب العراقية الإيرانية اللي طولت 8 سنوات من 80 إلى 88 وإجا الجيش العراقي حررها، فديوم سمع جندي أو ضابط بالجيش العراقي السابق حكالك هاي الحكاية وقال إحنا حررنا نسوان الجنوب من الإيرانيين؟ عيب عيب. أنا عراقي وأنت عراقي والموصل عراقيين وديالة عراقيين وباب العراقيين وكل محافظات عراقية عراقيين، 18 محافظة بيها فسيفساء من المكونات، كل هاي المكونات إن كان مسيحي ولا صبي ولا مندائي ولا يزيدي ولا سني ولا شيعي ولا كردي ولا عربي، كلهم عراقيين، كلهم إخوان بهذا البلد. هاي الحكاية تمسك قبل ما تحكيها. يقول أخوي أنا أبو حسين من النجف، كان هذا اللي يصير بالعراق بسبب مقتدى الصدر اللي يريد، لو يريد الشعب يستقر كان خلى شعب ينتفض ضد إيران، رادت مقتدى يصير ويا هادي العامري وما وافق، ضربت مدينة الصدر، كل هذا اللي يصير بسبب مقتدى. أتمنى تستلم رسالتي وتطرقها على التلفزيون تتدلل، أتمنى تذكر اسمه. عفوا أبو حسين، طلعت رسالتك. عندنا اتصال لو لا؟ انقطع الاتصال، أنا أعتذر من الشخص. عندنا رسالة الأخ يقول السلام عليكم، أنا رويدة من المدائن، حاليا أسكن بربيل، الله ينتقم منهم، والله يا أخي راح نموت تعبونة وهسه يقتلون بالمتظاهرين وبعدين شلون؟ تحية إلك أخي، والله قمت أبكي من القهر، ورحم الله والديك، أحسنت كلاما. رسالة من خالد الغزي ماخذ، واحد يقول أخي الظاهر خالد الغزي ماخذ إجازة من فتح وسائرون لي عيني إذا بيك عرق إيراني روح الإيران، العراق أهله عندهم غيرة وناموس مو رخيصين، ولكن الفيروسات لا تعيش إلا في بيئة عفنة، والله تعبنا. أريد أسأل هذا خالد غزي، أقول له كم سني تحت راية الحسين انقتل وانضم ثلاجة أو مكيف أو تلفزيون، أو كم تلفزيون ومكيف وثلاجة مباقة من أملاك أهل السنة وأنت تلطم وتبكي عليه وتقول أنا أحب آل البيت، أليس هذا هو ضد منهج الإسلام؟ عندنا اتصالات اثنين، أول واحد من وياي حيدر من العمارة، تفضل. حيدر، حيدر من العمارة، حياك الله حيدر. استاذ حيدر تفضل حبيبي. عندك الميليشيات؟ نعم عندك الميليشيات ياخذون عندك الميليشيات ياخذون مواد طبية وغذائية يمشون للموصل، ياخذون للموصل، ياخذون بالفوزات، ياخذون بالطيارات، ياخذون للموصل، وش ياخذون؟ ياخذون مواد طبية وياخذون مواد غذائية. نعم
من يجون من يجون للجنة محافظات الجنة ويجون أوس الحلال الحيوانات المواد المنزلية الغير غيرها من البيوت. نعم. زين هاي شنو على السيطرات ماكو صار حدا. نعم. ماشي راسي تخلص. نعم تفضل. ماشي بلي بلي. شكرا شكرا لك اخ حيدر. ما اعرفك خلص صار بالاتصال. ابو ياسين من بغداد حياك الله ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. حياك الله اخي. دائما قناه الشرقيه تتجول على المناطق والمحافظات، وقبل ايام راحوا للعماره قناه الشرقيه وشوف معاناه الناس. نعم والله معاناه تكسر الخاطر. بس اقول للشعب اللي وصلوكم بهذا الحال قبل الحكومه هم المرجعيه، واللي انتم دائما ما تنطون بيهم. والله يا اخواني هذا الذل اللي التمسه الشعب العراق من كل المحافظات، هذه انتفاقيه بين السياسيين والمعممين وكل العراقيين، يعني اهل الغربيه والشماليه فلشوا بيوتهم وقتلوا شيبهم وشبابهم ونسائهم واطفالهم بيش دلوهم اهالي الغربيه والشماليه، واهالي الجنوب يريدون يضربون عراق بعراقي. بس هم هذا الشيء راجعون من الثمانينات ما قدروا يفرقون بين لحمه العراق، وهذا شاهدناه والتمسناه يا اخي. يا اخواني يا اهالي الوسط والجنوب ما طول دائما تدافعون عن اهالي العمائم، فراح الذل دائما يظل قريب عليكم، لان 80% دمار العراق من المرجعيه، وهذا كلام مطلوب من واحد اخوكم وطني. اخي هم اللي فرعوا العراق، وهم اللي جزأوا شعبه، وكل واحد يفرق بين الاسلام فهذا شيطان ويموت شيطان. اخواني اذا تريدون تتوفر الخدمات والاعمار والامن والامان، اصنعوا ثوره عراقيه وليس شتموا هاي مظاهرات. اخي المظاهرات ما تفيد اذا مو ثوره وطنيه من كل المحافظات، وعدم تدخل الاحزاب اللي تتسمى دينيه، وعدم تدخل الميليشيات الايرانيه. اوقفوا على هؤلاء احفاد المحتل، صيروا كلكم ضدهم بدون احزاب. والله ثم والله هؤلاء الحكام هم واحزابهم يشوفون دم سنونهم ولا يشوفون مواطن عراقي مستقر. يا اخي يا اسد، وهذا كلام مقدوم من اخوكم. نعم. من كل المحافظات من الشمال للجنوب. نعم. شكرا أخير. شكرا لك ابو ياسين من بغداد. ننتقل جنوبا الى بصره الفيحاء. عمار حياك الله يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يستر علي اخويا ويعزك ان شاء الله. امين. احنا وانتم امه محمد. فدوا اروح لاخويا. انا سيد موسى من البصره من الجنوب. والنعم. بالتحديد من الجمهوريه اللي بها المظاهرات. والنعم. مو لان هاي القناه سنيه ولا نعم. شيعيه ولا صبويه ولا مسيحيه ولا يهوديه. نعم. كل احنا طائفه واحده وكل احنا اخوان، وما يفرقون ذول الانقاس الحقراء ذول. خليني احكي براحتي فدوى اروح لك. نعم. أروح. خلي اطلع لك قلبي انا بالحشد. تفضل. ذول اليهود، يهود العرب بالدوله هسه لازمينها، من عمار الحكيم الى مقتدى الصدر الى العبادي الى المالكي الى كلهم عمايم، كل عمامه وكل سياستي. بدو اروح لك. نعم. تق بالله العظيم احنا بالبصره كهرباء ماكو، الماي الحيوان اذا يشربه يطلع عيونه يطيحن بالقاع. قفزك وجماعه راح يزعلون لان ذكرنا ربهم مقتدى الصدر. انا قلت لك شيعي مو سوي. نعم. ذكرنا ربهم مقتدى الصدر. تق بالله العظيم، ولكم الدوله مو لكم، عوفوها طوها صدام حسين ابو عدي. هو وين راح من عندكم؟ وين راح؟ اكو خول زلمه كان يحكي ببكته لو هسه يقولون هذا بحثي صدامي. ثق بالله العظيم مو بحثي صدامي، والله العظيم انا مصوب بالموصل. ثق بالله العظيم ما حد قال لي انت شلونك، شو اخبارك، وين انت، شنو انت؟ جيت انقطع بالنص والله العظيم بالقران على مود ايش؟ على مود اهنل بالموصل احنا ندافع عنهم، قالوا الدواعش اجوهم. صح لو مو صح؟ نعم. الله يستر عليك. توصل صوتي لكل من يسمعني الشريف. انت طلعت على الهواء يعني اللي عنده ذره من الغيره. اخ عمار انت طلعت على الهواء واللي حكيته طلع كله.
وصل هسه صوتك وصل. اللي عنده نوع من الغيرة يا أخي عوفونا، إحنا مو خوش ناس وانتخبناكم، هسه وعين عوفوا أنتم بوكستون. نعم شكرا لك أخ عمار. أخ عمار يعني يريد يوصل رسالة، إحنا عندنا مثل بالعراق نقول البيت إلكم وأهبونا إياه، يعني بيتكم هذا بس طلعوا منه وطونا إياه. هذا اللي يريد وصله أخ عمار لأنه تعب. آخر اتصالي أنا أبو ياسين من ديالة حتى أرجع لواتسابات أقرأها كلها. حياك الله. حياك الله أخي أسد الحيل العامل بالقناة. يسلمك. أريد أرد على القائد الغزي. نعم. أقول له يا خالد العرب اللي أصلاهم يعني اللي صفويني رأي ما يسمون الخالد، بس العرب اللي الشرفاء لا يسمون الخالد، بس اللي تبدأ أنتك الإيران هنيئة الكيران والعاملي، بس اللي أقول لك أنك شعر شعارا فارق عمار وفعدتنا الإمام عليه ومرتنا العراقي أولا عمت عينك وعن إيران هاي شوف. بعدين أقول له أطمئن هذه الترارة شيرية تحت بطلة لا بحثية ولا قدامي ولا سياسة في هاي اليوم انتقضت عن الشين وهذا منه الكبير بالجنوب والوسط. إن شاء الله يصنع لها جذور إيران جذور خمان الدجال اللعين، فهذه دولة العرب الشرفاء في الجنوب إن شاء الله تحصل مصاريف كاملة، وأتمنى منهم أن يكتبون بالخدمة إزاعة هذه الحكومة الصفوية اللي يتمثل خالد وخير خالد. وأقول لك بالمناسبة عامل وغير العامل والخماني وفادة توصوم بالبطال بالطاقية قصية صدام المديدة بدأت هنا بالعراق بسير الطاقية الفارق عمر وقصية صدام المديدة وإن شاء الله طاقية الهاردة باسم العرب الشيرة تنتفض تعالي العراق من أنجات إيران وتحياتها. تحياتي لك أبو ياسين. السريع راح أكمل الواتسابات. يقول أستاذ أفل التظاهرات في المحافظات ستكون ضعيفة إذا ما تقاد من شخصيات قوية وتتوجه إلى المنطقة الخضراء، إذا ما يتم هذا ما يكون تحرير. أنا أقول لك إذا تردون تعتمدون على ذول السياسيين اللي يطلعون بالشاشة هسه هنا هذول كل شيء ما يسوون، ذول دغش. إذا تردون تعتمدون ثورة العشرين بنت بيد شيوخ عشائر شيوخ عراقيين حبيب الخيزران ضاري الضاري من أمثالهم، ذول اللي قادوا ثورة العشرين ضد الإنجليز وقادوها بمقوار ضد بندقية، هاي خليها ببالك. مرحبا أخي أنا يزيدي من سنجار والنعم. عندهم ذولا لو عندهم خيرة الشعب العراقي ما انتخبوا هذول الفاسدين. نعم صحيح. أفل هذا ما عنده ذرة، كلهم ميليشيات سرقوا أموال السنة بفتوى من أهل العمايم. أخويا إحنا لاجئين في تركيا ما نعرف مصيرنا شنو. السلام عليكم. الشعب العراقي جاهل كل ما يصير له الآن. عندنا شخص من إيران قاعد يتصل أكثر من اتصال، هذا التطبيق ما بيه اتصالات، إذا تريد اكتب لنا رسالة. أخونا بالله قاعد يسبني ويغلط علي ويقول قبر الحسين مرعب إليكم يا خوانا وما أعرف شو من هالقبيل. تحية إلى عمار من البصرة ومع بلسانك، وألف تحية لقناة الرافدين الوطنية وتحية لأحرار العراق وبهم ننتصر إن شاء الله. رسالة إلى هادي العمري ومقتدى الصدر، إن شاء الله سوف تذهبون إلى مزبلة التأخير التأريخ. وأدي كم هائل من الرسائل يعني ما قدرت أقرأ كل هواي لأن أدركني الوقت. برنامج صوتكم لهذا اليوم انتهى، كل من راد يتصل وما لحق أنا أعتذر منه الوقت خلص، كل من دز رسالة وما قدرنا نقرأها أنا أعتذر منه أيضا لأن الوقت أدركنا. أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. اليوم التغيير بيديكم أنتوا الشعب مو هم، هم جوي وقعدوا بكراسي دا يحكمون دا يبوقون دا ينهبون دا يخربون دا يدمرون، أما أنتوا ولد هالبلد، أنتوا معجونين بيه وأنتوا اللي راح تندفنون بيه. التغيير بيديكم. إلى اللقاء.